مظاهرة درناها إن شاء الله على حسب الأمن اللي هو قليل في مدينة سلا، ونقدروا نقولوا أنه من عادم، لأن كل نهار كتكون واحد ضحية ولا جوج ضحية ديال الكريساج والاعتداء. هذه من ناحية. من ناحية أخرى ملي كتكون شي مظاهرة كينوضوا الناس يغوتوا على حقهم، كيجيو البوليس كيمشيو للقهاوي وسدوا صحاب الجوانات والناس اللي جالسين كتقهوى. هنا هذا ماشي هو المخزن اللي بغينا. بغينا أحياء، كل حي يكونوا فيه واحد جوج ديال البوليس من اللي مطار، ويكون تكون واحد الفعالية ديال المخزن. هذه من جهة. الجهة الثانية هو أن المرحوم سيمو مات شهيد وكان ضحية ديال الاعتداء ديال الكريساج وضحية ديال الإهمال الطبي. الإهمال الطبي هذا من جهة. الإهمال الطبي هو الثاني، المرحلة الثانية، لأن السيد مات وكان في جروح خطيرة وكان بإمكانه يتعالج وكان بإمكانه يداوى كوكانو شي، لأن تادك مول البومبية ما عندوش حتى الماتيريال باش يدير إسعافات أولية. بقى السيد كينزف وكينزف حتى وصل ومات. الجانب الأمني في مدينة سالة يعني كيعرف أنه غير كافي بالنسبة للمراكز اللي كتقوم بالدور بالأمن ديال المواطن. قريطرة كلها سميتها قرية كلها عندها دايرة جوج ديال المراكز، وهذا لا يعقل. حنا كنعرفوا أن القرية يعني كتشهد يعني كثافة سكانية، وان جوج المراكز هذا ما كيكفيش اصلا. حتى الناس اللي غتخدم في هذه الظروف غتخدم بواحد الظروف يعني ما يمكنش تعطي واحد الامن للمنطقه. اما بالك بسلا كنتكلموا على سلا، يعني اجتماعيا راه اجرام، ما كاين لا صحه ما كاين لا تعليم، يعني اوضاع كارثيه مهم بهذا المفهوم. وسلا الكثافه السكانيه انها يعني ان خصها تكون بواحد مستوى عالي من العيش، وحنا كنعرفوا سلا زمانا انك تهمش، وهذا مقصود من جهه المسؤوله. وما كنعرفوش شنو الامر اللي كاين هذا. وهذا الوضع هذا الا بقى بحال هكا راه غيولد واحد الانفجار، واحد البركان اللي امور ما غتبقاش تجمع كاع بخطره.